بالوهر يعني سيئة، قصف وتآمر دولي علينا، روسيا إيران سوريا، والقصف شغال علينا، اضطرينا غصب عننا نترك بلدنا ونطلع على التراب وعلى الطين وعلى الخيام، تركنا بيوتنا وتركنا ممتلكاتنا، حتى النظام ما خلانا نطالع مروحة ولا أغراض اللي جنيناها بست سنين ما سمحنا نطالعها، على كيفهم هني اللي من الحواشة تبعهم اللي هني وياهم في إمكانية يطالعوا برادات، واللي درويش ماله حدي طلع بإيداي مثل ما طلعنا بس.